زيد وعمر، اولا نشكروك على تلبيه الدعوه تاعنا وكراك معنا اليوم في قناه الهداف. السلام عليكم، بارك الله فيكم. صافي لونطون، يعني صافي لونطون، سي توجور ان بليزير دو ترافاي معكم. يا خويا مرحبا بك، يسلمك. وان شاء الله كيما نقولوا احنا ندوزوا طريب مومو معاك. عايشك ان شاء الله. عايشك حمزه، نحكيو شويه على لافونتور تاعك في السعوديه، يعني واش كيفاش تحكي لنا عليها يعني؟ العرس سيتي ديجا جيتي با بريفو باش نروح، سي في لا ديرنيير مينوت. جو بونس بلي بور تو فوتبالير سي 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 اون بون افونتور، سي سورتو لي بلون. ديجا تعرف دوتر كولتور، لي كوتيم تاعهم نون سون با لي ميم، يعني ميم سو لو بلون فوتباليستيك كاين ديفيرونس بين الفوتبول تاعهم وتاعنا. انا جتروك سي سي اون بون اكسبيريونس، جو ريغريت با. اسكو الفوتبول كيما نقولوا حنا في السعوديه، اسكو النيفو يبي عليه على الجمهور تاعنا؟ شوف سانسيرمون كيسيون تكنيكمون حنا اوني او تسو، يعني حنا خير منهم تقنيا، مي هما ايزون بوكو بلوس دو مويان، دونك يخدموا عندهم فوالا اكزاكتلي لي انفراستركتور، عندهم كلش ان فات ايزون تو بور ترافايي. و سكي ايلفي الاخر النيفو تاعهم سي لي يجيبوا لي ليزيترونجي، لي سي دي نقولوا انتر كيمي سي دي ستار، يعني هادوك يطلعوا لو نيفو تاعهم. مي سينو يا با اون غران ديفيرونس، يعني سوف فيزيكمون تحس لا ديفيرونس. غير سخانه برك. اي سخانه، لا لا سورتو وين تلعب وين تكون 45 دوغري ا لومبر، يعني سي با فاسيل. مي مالغري سا يعني هما يحبوا الفوتبالور الجزائريين ويعجبهم. احنا يقولوا لي توجور علاش ما عندكمش لي تيران، كيما يقولوا هما تيران انجيل، ملعب انجيل زاف دير طارطون. احنا توجور جاست ما نقدرش سكوتشي، ما نقدرش نهضر، نقول لهم بون غالب سي كوم زا باسكو لوميديتي وباسكو الاخر، مي سينو هذه هي لا ديفيرونس. حمزه، يعني في الستور هذه يعني كنتوا راكم سفراء الكره الجزائريه تماك، شفنا عده لاعبين سورتو في المرحله التحويلات الصيفيه هذه الشتويه اللي فاتت، ولا حتى من قبل كما نقول مع دوخه مع عده اسماء، يعني راكم تمدوا في صوره مليحه للاعبين الجزائريين تماك. هي الصراحه اللاعبين تاعنا اللي راحوا ديجا من الاول مثل دوخه بالعمري بالقروي شكلام كاين بزاف، بنيطو زيايا، يعني ايزون دوني بون ايماج على الفوتبالور الجيريان، ودوك هما اللي راهم يحوسوا على الفوتبالور الجيريان، يبريفير لي الجيريان ولا لي تونيزيان على دوطر ناسيوناليتي. تو سا يقول لك على جال الحراره، ويقول لك ان الجيريان كي تعطي له كلش يعطيك بوكو سور لو تيران. Je pense que c'est dû à ça. Ou... C'est une fierté, les nous, en tant qu'Algériens. Bien sûr. Je pense que c'est dû à ça. هما داير دابري لي ستاتيستيك يقول لك سي المير شامبيونات دو غولف، يعني في الشرق الاوسط دوري الزين. ما عندهم كي تشوف يجيبوا لك جوفينكو، يجيبوا لك غوميز، عندهم ابين 30 يعني كاين با مال دو بون جوار، دو تري بون جوار اللي راحوا لتما. دوكو سا ترافاي تما، كاين بوكو دونترينور اللي عندهم ان اكسبيريونس، دونك جاو لتما سي بور يلفي النيفو. دونك خلاص هذاك بكري يقول لك لا ريتريت تروح، ولا غير تحس باللي يا يا ان ديفيرونس ما كاش كيما نقولوا حنا ما تخدمش ولا تروح ما تكذب عليك نا باسكو سا سوا سور لو تيران ديجا هما يجرو بزاف. حمزه، نبقاو على دونك حكينا على اللاعبين اللي راهم في المنتخب كيما بولحي، كيما بالعمري، كيما دوخه. يعني قبل ايام قليله على نهائيات كاس امم افريقيا، يعني واش راك تشوف في حدود المنتخب الوطني؟ الله غير الصراحه انا عندي ثقه في كاع اللاعبين في الجروب
اللي ان شاء الله راح يبدا لا كومبيتيسيون. نظن انا بري جو نسي با جي لامبريسيون دو نقول لك بلي يقدروا يصافيت لا سيربريز هذا العام نكونوا ان شاء الله. جيسبر كون فافير سيت سيربريز با كري لا سيربريز سورتو سور لو سول ايجيبسيان يعني جا سا فا موتيفي سا فا دوني بلوس دو موتيفاسيون بور لي جوار لا غرينتا هذيك. ولا غير الصراحه انني متفائل كثير وان شاء الله بوركوا با يفرحوا الشعب الجزائري هذايا اللي يستاهل كل خير. لكن حمزه لما نشوفوا واش التصرف اللي قام به من قبله نشوفوا استقاله ولا مغادره المخبر البدني يعني قبل مباراه مالي يعني بتشوف بلي امور كما هذه قادره تاثر في المنتخب يعني انت كما نقولوا لعبت في المنتخب من قبل. شوف هي التصرف كلاعب يعني وتكون تمثل الالوان الوطنيه يعني سي فري كو ما اون با الدروا ليرور مي ليرور ايتيمان يعني هذا ما يشرفش اسمه دابور ما يشرفش لكن الغلط يقعد انساني وان شاء الله تكون هذه الغلطه اللي صارت ما تاثرش على لاعبين. هو دار على كان يمزح مع صديقه يعني كل واحد يعني كل واحد كيفاش متربي كيفاش ما سي دي مونتاليتي سي دي حنا بالك اون طولير با سا يا دوتر بي كي طولير سا يعني نظن ان شاء الله باللي سا فا با بيرتوربي سورتو لا كونسونطراسيون دي جوار ان جروب فريمون هوموجين نظن باللي اللاعبين راهم واعيين. انا هضرت مع ما باتي بادونش دونك لعبوا مع مالي مالي سي سي بون ريفير سي بون ايكيب 3-2 يعني انا شفت الريزومي البارح تاع فرونشمون ايزون في ان بون ماتش ونظن باللي لي جوار تاعنا خلاص نرصدوا سي دي جوار فريمون ماتور سي دي جوار ديكسبيريونس داو الثقة ويلعبوا في دون دي كرون كلوب مينو سي لونترينور دو لور دوني بلوس دو كونفيونس ونتيقن والله غير عندي ان شاء الله ان شاء الله يفون فير وحنا ما انا هو لو كان نقولوا بلي ان اوتر جوار ولا سي 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 جوست ان بوان دو في سي ان افي مي ديرني مور فيا توجور ا لونترينور هو سي سكيل في سي لو بريمي ديرني ريسبونسابل نظن انايا كي دير وتشوف يا دي جوار باغ اكزومبل انا نعطيك تقنيا بك انا ما ندخل في المدرب ما ولا شيء تشوف اللاعبين عندنا احنا في الفريق الوطني عندنا محور واحد اللي راح يلعب محور محور ميليو تيران عندنا بار عدلان قديورة وبداوي يبا با يبا با فير جوي زعما دونتري جو بونس بلي سي جامي تبلي سالك يعني سافا تا بتي بروبليم. انا نشوفه بلا يلعب في غولي ميليو تيران سي فري في غولي سي ان اكسيلون جوار مي لو فات كي تخلي ام ميليو تيران ميليو ديفونسيف واحد في ليكيب ابخي الديبار تاع هذا من قبله وانا نعرف بالك بلي هو عنده اون اوتر ايدي بالك ان شاء الله. حتى هو كما قلت انت الديبار تاعك من قبله ما جابش واحد ميليو جوستومون جوستومون اكزاكتومون دري دي لور هذا احنا جيسبي كي فا دوني البلوس ليكيب هذا احنا برمي ماتش تاعو مارك البارح ايه دونك سي بيان تو ميو بور لوي بور اي بور توت ليكيب مي ابري كي تشوف ان ديبار تاع بالقبله ما يجيبش ان ميليتير ابري سي سون شوا حنا اون بون تاعي دو كريتيكي مي سي جوست نخلصوا يعني وكان يتبلي سالك ولا يخرج لك قديورة ونجوزوا الكارت فينال كومون فا فير يعني النيفو يزيد يطلع ان شاء الله ان شاء الله تاس حنا لو سويت غير الخير ايكيب تاع بلادنا وان شاء الله يفرحونا قادرين نوصلوا ان شاء الله. الصراحه والله راني متفائل نروح للنهائي انا جا يعني لان نقول لك علاه راني متفائل كثير انا المنتخب راه يخدم في خفاء ما كاش كثير كلام ما كاش لا ميدياتيزاسيون كوم دابيتود وينتاك بزاف عليهم ديجا يجوا لا ماجوريتي دي ماتش قالت البارح سيتي هاوي كلو يعني نظن بلي ان شاء الله هذا يكون لهم حافز ويخليهم يخدموا دون لا سيرينيتي ان شاء الله والله راني متفائل ربي ان شاء الله يوفقهم. كما نقولوا رغم انك كنت بعيد في السعوديه ولا انك كنت الاخبار ما ينقطعوش عليك لما تشوف البطوله حسمت في الجوله الاخيره بين اتحاد العاصمه وشبيبه القبائل يعني واش كيفاش كان التصور تاعك البطوله يعني في البدايه تاعها وفي النهايه تاعها؟ الصراحه في النهايه كانت نهايه مثيره للبطوله يعني وان نكذبش عليك الجولات الاخيره قاعد تبعتها يعني كانت حاسمه وقدرت نشوف المباريات اللي كانت منقوله يعني نظن باللي فريق اتحاد الجزائري يستاهل
يستاهل فريق سابق فريق لا يستاهل البطوله. يعني رغم ان شباب تقبل قدم موسم استثنائي صراحه، انا مبهروني الشبان تاع شباب تقبايل، المدرب يعني تحس باللي الفريق عنده منظومه عنده شخصيه، ما يخافش يلعب الهجوم دائما. يعني هذا شيء يشرف شباب القبائل وانصاره. فريق بارادو يعني فريق اللي راه يقدم منذ سنوات كره جميله، يعني صراحه كي تشوف حسمت البطوله حتى الجوله الاخيره تفيق باللي يعني يا فيد لا كونكورونس كانت في تارا. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يزيد تطور البطوله تاعنا اكثر واكثر، مش لاعبين الشبان هذو يقدروا واش ما قدرناش نديروا حنا كلاعبين سابقين، يقدروا يروحوا لاوروبا باش يزيدوا يبروغريس انكور انكور. نتمنوا لهم ان شاء الله لي جون تاعنا كاع موند 25 كاع يخرجوا ويزيدوا يفجروا الطاقات تاعهم ان شاء الله. كما نقولوا الصراف اللي يعني ما كانش الناس توقع فيه، يعني انت كانت قائمه طويله. يعني شوف الديبار تاعي كان سي با بريفو كاع باش نروح مولدي طهران، باسكو وقعت له سنتين وكي وقعت عن قناعه لانه فريق محترم وفريق عنده القاب. اي مالوريزمون سا سي با باسي كوم كوم الفولي توس كوم لون سويتي كما تمنينا. يعني يا يو بوكو دو بروبليم او ديبار. ومن بعد شفت دون ان سارتان مومون شفت باللي كل شيء كان يتركز على أربعة وخمسة لاعبين. يعني شفت باللي سيتي مالورو والشعب كانوا يغلطوا في الشعب. اه سيتي فالي تروفي دي بوكي ميسير باش سيتي مالورو باسكو البي تاعنا سيتي هما نربحوا سيتي هما لا كوب دالجيري سيتي السوي تاعنا يافار لو بوديوم. اي الله غالب بورتون افي دو بون جوار، يعني سي دي جوار de qualité. Il y avait un entraîneur qui était bien, qui était censé être là toute l'année معنا. Il a غالب mais c'était il y avait beaucoup de problèmes internes اللي خلاوني نمشي. انا لو قعدت نقعد عادي بس ما نقدر ما كنت راح نقدر نقدم المردود. وانا باش نخون ما انا جامي خنت في حياتي وان شاء الله ما نخون. حتى شفنا كما نقولوا احنا كنت احترافي في العمل تاعك، ماشي ما غادرت وطالب بك وقت. لا ما غادرت. بقيت في الفريق. قعدت ندرب ولعبت كل المباريات وحتى وين الدقيقة الأخيرة تكلمت مع المدرب، يعني كان ضد لأن تحية يعني في المناسبة وتكلمت مع الرئيس. اللي ما حبش يتقبل من البدايه لانه عمل كل مستحيل تاعو باش وقعت. ونشكره على التفاهم تاعي تفاهمه. نظن باللي سيتي لا سوليسيون لا ميور سوليسيون بور لي دو بارتي. يعني انا وكان قعدت ما راح نقدم لك يبزخي بلي جد ما بي. انا ما قدرتش قلت له يا ودي وريت له كل شيء يعني الصراحه قلت له لا انا شوي ترونسبارون وريت له كل حاجه اللي راح نسلمها في السعودية وكان تفهم. قال لي خمم منيح قلت له والله ماذا بيا وكان قعدت جي برين ديسيزيون ما قدرتش. يعني وانا عندي الاهل خليت كل شيء ومشيت يعني ما قدرتش سانسيرمون كي فالي فالي كو 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 فالي شونجي دار. بوشار بوشار يعني لاعبين صنعوا افراح انديه واحده اخرى شي اسمه شنو بوشار مع كاس الجمهوريه يطو في شبكه قسنطينه اللي نهائي اسمه دار المجموعات وقريب يلحق النهائي افريقيا. شيبان اللي غادر معك السعوديه. يعني شوفوا اسماء يعني كان عندها وزن في المولوديه ولكن ما على باش. والله الصراحه هذا شيء مؤسف لان تشوف لاعبين والاداره يعني في الديبي سيزون في بدايه الموسم عملت تعاقدات ils ont fait beaucoup de recrutement ils ont fait beaucoup de concessions يعني تعاقدات لازم لها اموال لازم لها شيء. ورغم كل هذا الشيء كنا فريمون ايتي ديتيرميني بور فير اون بيل اني. مي مالوريزمون ما احنا ما نتهموا حتى احد، احنا مسؤولين على كل ما واش صرا كلاعبين. بصح التهم الزايده هذيك ما كان لها. يعني امام المدرب كان صراحه عنده مسؤوليه وحنا اللاعبين عنده مسؤوليه وبعدين تجي الاداره. صح يقولوا حتى المدرب بلوزاكي يعني في البريباراسيون تاع الانتر سيزون ما كانش بريباراسيون شغل ليكيب راح تحوس في تركيا. شوف هي باش نقول لك احنا نحوسوا ما رحناش نحوسوا.
وصراحة باش تشوف هنا لأن الفريق كانت عنده مجموعة منيحة، اللاعبين كنا نتكلموا بيناتنا، كنا نقولوا بلي يعني لا كادونس ما كاش لانتونسيتي اللي كنا نديروها في الآخر. تكلمنا أنا واحد من اللاعبين كنت نقول لهم يودي كل واحد ولا فيلوزوفي تاعه وكل واحد، ومن بعد الناس بدات تفهم. مي ما نقدروش نديروا يعني مدرب لايتي مي اون بلاس يا ربي عنده شهر، ما تقدرش تدخله في باب الاحترام، ما تدخل. مالوريزمون سا نا با مارشي، وهذه هي الحاجه لاول خطره راح نقولها، ما تحمل هذا الشيء هو ولا با ايتي بي ريسبونسابل. تهم التهمه كل كانت على اللاعبين، مي المدرب كان يقولنا انترينيو صباح ريبو العشيه، انا نتقبل هذا الشيء، ما نقدر ندخلك في الخدمه تاعك العمل. لكن لما صارت المشكله يفالي يكون تحمل المسؤوليه، يفالي تحمل المسؤوليه. راح لنا المدرب المحضر البدني اللي كان يقوم بعمل جبار، شوف شفاب بلوزداد كيف كمل الموسم، احنا لما حب يمشي ما خليناش، قلنا له كمل بوجنان، يعني ما انسان طيب وخدام يعني ديبار تاعو، لان المساعد المدرب ما خلاه يخدم، ما خلاهش يخدم، زعف ما تقبل هذاك الاخر، عنده شخصيته عنده، والله ما خليناه. يقول لك بلي اللاعبين تاع مدريد ورا ما كانوش زيتي با سيريو، هو كان يقولنا كان يشوف لاعبين، انا ما جو برون با لا ديفونس تاع اللاعبين بصح هذه شهاده لله، يعني كل شيء خلاص. يشوف كان يشوف اللاعبين حليميه، لي جون تاع فريفر، بوشار، طامل دو جور صغار، يشوفهم في الصاله يحاوزهم، هذه انا شفتها لان كنت ما كي نقول له علاش كوتش خلاهم يخدموا، يقول لي على بالي توتي تجي، يعني كي يقول لك هكاك خلاص تحب ولا تكره، عنده اسم عنده الاخر يفو، خلينا يخدموا ما هدرنا حتى حنا. الحاجه الوحده اللي قاصتنا كلاعبين باسكو دوك خلاص العام اون فابيرتير بي بيرسون سيتي الى با اسومي سي ريسبونسابيليتي، وما قبل ولما جا كان راح يمشي ما هدر معنا، ما قال، هدر مع البريزيدون قال له فلان فلان فلان، قابل اللاعبين كما احنا نقابلوك، يعني هو بالك ما تحملش انتقاد، يعني الحق تو مود لو ريسبكتي الناس كامل، واللي يقول لك زعما الكونترار سي فو. هو لما لي ريزولتا ما مشاوش مسي صاريف ها لي سما في الريتور وي وي فو با وداو شامبيونا اي فو اتر بيرسي فو تكمل سير بي دي بوان، الناس كاع قالت طيح على هو لا با اكسبتي لو فات كو بداو ينتقدوا، على كانوا ينتقدوا فيه حنا انتقدونا اكثر منه، لان تحب ولا تكره في الجزائر ينتقدوا الجزائري اكثر من الاخر باسكو ليترونجي يقدروه ويحترموه ك بوكو دو ريسبي، فوالا ماشي كيما في لي زوت بيي تغلط، حنا توج ليترونجي لو كريتيك مون، يعني من باب الاحترام ومن باب باسكو حنا اون بوبل فريمون نرحبوا بالناس، اون انا جامي اون لي جامي دي ان تريك دو دو ديبلاسي ولا شتموه ولا شيء، واحد يهضر الصح. حمزه لو نقول لك اتحاد الحراش واش صرالك في هذا الموسم واش عاشوا واش تقول لنا؟ شوف اتحاد الحراش هو فريق نحبه كثير، نحبه يعني الفريق هذاك بدل لي نقدر نقول نضرب بزاف في حياتي كسوسو في كرة القدم ولا في الحياة الشخصية. الفريق هذا فريمون جو لو ريسبكت، كلوب كو جو ريسبكت بوكو، نحبه بزاف داير لحد الآن، مازال نتبع أخبارهم. واش صرا له هذا الموسم شيء مؤسف، مؤسف كثير، لان الفريق ما يستهل الدرجه اللي فيها وما يستهل واش صرا له، يعني هذا سيتي ان كوميل تاع لي زاني ملي كنت انا في 2012 ورواح، يعني هذه سيتي لا غوت كافي دي بورد الفاز. نتمنى ان شاء الله الفريق نقدروا نقولوا بلي لا بون جينيراسيون تاع الحراش كانت لا بيريود تاعكم مع بن مشارك، يعني كانت يعني الفريق زمان عنده لاعبين موهوبين، عنده ما حنايا سيتي حنا اونيتي كوم اون فامي، يعني من 2012 2016 2013 ونسيك نابري لا دوزيام بلاس ورا وفاق سطيف، وما قدرناش نلعبوا تشامبيونز ليغ لان كان فيه مشكل تاع لازم دير فريقين، مشكل تاع اموال، يعني ولا غير سي دوماج، يعني هذاك الفريق تاع
تحس روحك مرتاح، مرتاح ذهنيا، مرتاح داخل الملعب خارج الملعب. يعني تجي تونطريني افيك بليزير، لا جوا تجوي تاع وديك كلش لو بليزير. تدخل التيران شغل تحب تجي ساعه قبل التدريب وتروح ساعه، كنت فريمون الاز. افي دو تري بون جوار اوسي، كان عندنا ستاف تكنيك ما شاء الله، كان بعلى مشارف بن عمر بالشوش، يعني سيتي فريمون نيتي كوم اون فامي. وكي تشوف هكا كل واحد ماشي غير ايتو عمر، دوخه تكلم معايا يقول لك نفس الشيء، بالقروي اماده يقول لك نفس الشيء، هندو كل لاعبين يقول لك يونس بوغاج، يعني كانت عندنا فريق ما شاء الله. انا نقول لك شباب الوزداد، شباب الوزداد هو الفريق، نهنيهم على الكاس، نهنيو الكوتش عمراني يستاهل كل خير، لو دي جي لا ديريكسيون سورتو اللي جات. هاي فوالا لا ديفيرونس فوتبول، كي تجي اداره بنيه صافيه. انا هذاك البريزيدون ما نعرفو، هضرت معاه 4 فوا، انا عارفو يعرفني اون طونك فوتبالير، انا صاحبي. مي كي شفتو جا فقت، تكلمت مع اللاعبين بوشار نفقت بلي راح يمد بلوس ليكيب. اي فوفاي ريزولتا دوكا، نيتو كل حاجه لازم نيه، صح لازم لك اداره منيحه ولازم تقنيين، وكان سعيد لابي تاع سعيد عليق الى بوكو ابورتي ليكيب، مي كي تكون نيه صافيه شوف الفريق. حتى اسمك يعني مدور باش تعاود إيه، تكلمت معاهم يعني، ولما صاروا لي مشاكل في مديريه طهران يعني كنت تعبان يعني مورالمون، هذا ما كان يعني. والفريق الحمد لله بداو الكاس، نهنيوهم. وكي نولوا شويه لورا، الفريق هو اللي عطاني فرصه باش لعبت كمحترف. جي باسي دو تري بون مومون في شباب الوزداد، انا وعوديه وطوبال، وفزنا بالكاس، نفزت بالكاس معاهم. يعني فريق تاع القاب، فريق كبير. مالوريزمون يا دي بيريود وين حكموا الناس ما يعرفوا لا كره قدم، ما عندهم ثقافة تاع كرة قدم، لا ثقافة تاع رياضة، لا عندهم إنسانية. هذا هو البروبليم تاع شباب الوزداد في الفترة السابقة. يعني حتى اسمك كما قلت لك، هذا راه مداوي في المراكز في النكات الصيف في هذه الأيام. يقول لك أيتو عمار طونك راه في الجزائر، عدة فرق في الجزائر راهي تحوس عليه، اسكو صح اسكو لا لا؟ ما نخبيش عليك، يعني ملي جيت للجزائر جيو كالكو كونتاكت من كلوب هنايا، و سان في توجور بليزير باسكو سي لا بروف كو يعني جانتيريس سي كلوب. ان شاء الله يعني كل شيء محتمل، كل شيء محتمل. يعني دوك واحد لو يشوف يكون فيه حاجه اللي يقدر يزيد يمد البلوس، يعني ما نحبش انا نكون اونيتي دون اون ايكيب، لو نقدر نمد بلوس ونقدر نشوف يعني ان تريك وعلاش لا. كاين مفاوضات جاده في الجزائر؟ فيه مفاوضات متقدمه شويه، فيه مفاوضات متقدمه بس مي مازال ما جاري اونكور ديسيدي، جو مي دون كور ان بو طون ان شاء الله وري فيها خير ربي تيبا ان شاء الله يا ربي. ونادي الوشم، نادي الوشم يعني جي ريميرسي كاع لا ديريكسيون اللي قاموا بيا وعملوا كل شيء باش نمشي عندهم، صارت اون بون اكسبيريونس ليا. ونربي يوفقهم ونقول لهم باسكو سي دي جون فريمون بروفيسيونيل، و سي دي جون تري تري زاكيون، يعني قاموا بينا اون طون كيترونجي. يعني احتمال كبير يعني حمزه يفو عمار ما يعاودش يولي الدوري الجاي؟ لا صراحة عندي فرقين، لا ما يعني ما نقدر نقول لك، لو هنا قعدت راح تكون العائلة و يعني سو لو بلان فاميليال، وصافات بوكو بلوس الام والاب والعائله صغيره يعني. ولا رحت لو ما يكونوا فرحانين يعني، تحس نشوف يعني ما هناك فيه جي دي توش ان شاء الله. دوك شوفوا لامير لامير تريك بور ماي بور ليكيب اللي راح نكون نوقع معاها ان شاء الله، يكون فيها الخير على الفريق اللي يروح ليه ويكون فيها الخير عليه ان شاء الله. يا ربي بارك الله فيك، ربي يحفظكم. وخليوا الكلمه الاخيره، الكلمه الاخيره نقول كل شاب جزائري يساند الفريق الوطني كالعاده، ان شاء الله نتمنوا الفريق تاعنا الوطني
الذهاب بعيدا في المنافسه الافريقيه وربي يوفقهم. هذه نقول تحيه كل عائله تايت وعمر، عائله بو عمران، نقول الخير مبروك المزيود، يعني زاد عنده جود، نقول ربي يكبروا ان شاء الله على الدين والطاعه، وبارك الله فيكم وربي يوفقكم ان شاء الله. بارك الله فيكم.